15 يوما مرت على السكان الذين تشردوا من بيوتهم بعد الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم الدولة على مدينة ثوران عزاز والقرى المجاورة لها بريف حلب الشمالي. حالة الرعب التي زرعها التنظيم في صفوف الأهالي الآمنين عبر قصف قراهم بالأسلحة الثقيلة وتفجير المفخخات دفعتهم إلى النجاة بأرواحهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا دون أن يصطحبوا معهم ما يأويهم في العراء الذي غدا مسكنهم الجديد. يا أخي نحن نزحنا من حوالي قرية ثوران، طلعنا من بيتنا أخي وما أخذنا أغراض معنا نهائيا، وجينا بركنا بها الخيمة هاي اللي شايفها قدمها، وما في يعني ما أمنا حالنا بأغراض يعني ننام فيها، كمان أغراضنا تركناها ورانا وجينا سكننا بها الخيمة هاي، وعنا 4 5 أولاد أخيو، وأنا في حالة يعني مرض كبد قصور كلوي سكر صار لي بيجي 20 سنة أخيو، وعلاج حتى أدوية ما بلاقي، ما في مأمن مصاري إنه نشتري أخيو نجيب نعالج حالنا، بخبالكي أخيو حدا يكرم علينا يساعدونا، بس لو كان بخيم يعطونا خيم أخيو نبرك، نحن ما بدنا شي طاولة. إلى جانب التنظيم شارك النظام في عملية ترويع الأهالي وتهجيرهم، فقصفت طائراته ومدفعيته المدن والقرى المكتظة بالنازحين بالريف الشمالي، واستهدفت التجمعات المدنية من مدارس ومخيمات وأسواق، وساهمت في زيادة معاناة المدنيين. ملينا من النزوح، وملينا من الحرب، وملينا من الضرب، ضرب الطيارات وضرب القذائف وضرب كنا بنحص، نزحنا على محوش، ردينا نزحنا على أحرس، ردينا نزحنا على شو يقولوا لها على جبرين عزيز، ملينا والله ملينا. وشوفت عينكم شلون حالتنا وشلون عجالنا. في هذا المكان الخالي من مقومات الحياة تحضر المعاناة والألم، وتغيب المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي ينتظرها هؤلاء المشردون دون ذنب لتداوي بعضا من جراحهم وتمنحهم أملا بالحياة. رضوان الحلبي، قناة حلب اليوم.